الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس 17 من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن URL encode في الـ HTML. نعم اللهم في هذا الدرس إن شاء الله ما راحينش نعملو كودينغ، راحين جوست نديرو ان تيتوريال في باجوير. صافي دير كوا، هذا ثاني درس اللي هو تيست أو بيان ان إكزاما بور فو. صافي دير كوا، صافي دير علي ما عليك وشيا، ما عليك أن تتعلم شيئين من هذا الدرس. الأولى اللي هي أن تنشئ هذه الباش، يعني تقوم بإنشاء هذه الصفحة. أنا قمت بإنشائها انطلاقا من كل المعلومات الواردة في الدروس السابقة، دونك ما عليك إلا أن تقوم بإنشاء هذه الصفحة بناء على الدروس من 1 إلى الدرس 16 الذي تم طرحهم في الدورة. نعم إذا كنت فعلا من متتبع هذه الدورة وهذه القناة، فيمكنك فعلا تكوين هذه الصفحة، لأن هذه الصفحة تم إنشاؤها اعتمادا على كل ما تم تقديمه من معلومات في الدورة. نعم ثاني حاجة اللي راح نتعلمها إن شاء الله، وهي راح نتعلم على الـ URL في الـ HTML في هذه لاباج تاعنا. دونك درت انكود سورس اللي هو هذا، يعني كامل لي باليز اللي استعملناهم، كل لي ستايل لي باليز ديف لي طابلو، دونك كل 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 شيء استعملناه في الدورات تم طرحه هنا. لي يو ار ال تو كامل لي زانفورماسيون اللي تم طرحهم في الدروس السابقه قمت بتجميعهم وانشاء صفحه ويب، وهذه صفحه ويب سوف نقدم درس اليوم. ليتس جو، دونك نبداو ان شاء الله الدرس تاعنا. الاي ار ال واش هو؟ انيفورم ريسورس لوكاتور، هو واش هي؟ لا لوكاليزاسيون دو سورس انيفورم، يعني هذا الاي ار ال كيلك شوز لي لوكاليزينا ان سورس. صافي دير ان فيشي محطوط في دوسي، هذا الاي ار ال بواسطته لوكاليزيو هذاك الدوسي، هذاك الفيشي ولا هذاك الفايل اللي كاين في الفولدر فولتر، يعني هذاك الفيشي اللي كاين في الدوسي لوكاليزيو بالاي ار ال. وشنو هو الاي ار ال؟ الاي ار ال نقدروا نكومبوزيوه دو شوز، اللي هما يقدر يكون الاي ار ال كلمات، كما يقدر يكون ان بروتوكول انترنت. صافي دير ان اي بي باغ اكزومبل، نجيو هنا هذا سيتون يو ار ال، هذا كومبليتمون كما رانا كيما مسيليكسيوني سيتون يو ار ال يتكون جوست ديمو. الميم باج تاع الاندكس باغ اكزومبل كونجيو ايسي كليكيو هنا ان يو ار ال لي يتكون من الاي بي، يعني بروتوكول انترنت. دونك لي دو باج سون باغي، هذا مشيناه بالاي بي وهذا مشيناه بليمو، يعني باللوكال هوست. لوكال هوست هو السيرفر تاعي انايا، هذا السيرفر لوكال في البي سي، وهذا الاي بي تاعي تحت هذاك السيرفر. كاين واحد السيت هنايا، يعني معليش نريبريزونتيوه باغ اكزومبل، كون نقول له عطيني اي بي لوكال، دونك اوتوماتيكمون في البيس خرج لي الاي بي لوكال تاعي. هذا هو الاي بي لوكال اللي هو مستعمل هنا، هذا الاي بي لوكال اللي هو هنايا تحت هذا الاي بي لوكال، انا معرف بهذا الاي بي تحت اللوكال هوست تحت السيرفر تاعي. تقدر باغ اكزومبل في السيت هذايا تقول له اعطيني لادريس اي بي، لادريس اي بي تاعي بارابور سيرفر جلوبال، يعني تاع جوجل. هنا راه يمدلك هذا لادريس، لادريس اي بي هذه سي ديفيرون على لادريس اي بي تاع اللوكال. دونك فوالا، دونك هنا الاي ار ال كنا نقدروا نلقاوه ديمو كوم لوكال هوست افيك سوي ديمو، كوم نلقاوه باغ اكزومبل دي اي بي، اي بي كوم هذا الاي بي، وراكم الاي بي اللي نعت لكم توتال. دونك الحاجه الثانيه اللي نقدروا نتكلموا عليها، ولا الشيء اللي نقدروا نتكلموا عليه، هو انه الاشخاص يحبوا يستعملوا الاي ار ال افيك نيم، يعني افيك لو نو، يعني كيما هذا لوكال هوست، يعني يحبوا يستعملوا هكذا. علاش؟ باسكو ليمون اي بلي فاسيل ا روتينير، يعني راه مسهلين للتذكر. هذه النقطه المهمه، علاش يستعملوا لي ار ال تاع النيم، يعني يفضلوا التيب الاول تاع لي ار ال وما يفضلوش التيب الثاني. ثاني حاجه واللي هي تري 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 زامبورطون لازم تعلموها في هذا الدرس، هي انه لي براوزر تاع الويب، يعني متصفحات الويب اللي هو كوم الفايرفوكس هذا، يدير دي ريكويست على الباج، يعني يدير يطلب صفحات الويب من السيرفر باستعمال هذا اليو ار ال.
اليورال هو وسيط بين الويب براوزر والويب سيرفر. عندك سيرفر، عندك هنا الويب سيرفر وعندك هنا الويب براوزر. الوسيط بينهم هو اليورال. هذا هو الشيء لازم نفهمه. دونك الوسيط بين الويب براوزر والويب سيرفر هو اليورال. يعني الويب براوزر كيحب يطلب صفحات الويب من الويب سيرفر، يعني من السيرفر تاعنا، يستدعي شيء ولا يستدعي أداة ولا يستدعي وسيط اللي هو اليورال، اللي كون اللي قلنا نقدروا ندير نكونوه من ديمو، نقدروا نكونوه من ام بروتوكول انترنت. ثالث حاجه اللي لازمنا نتعلموها هو انه اليورال واش الدور تاعو، هو انه يعمل التراتمو تاع ان دوكيمون اتش تي ام ال وبي تاع ان دو ان اوتر دوكيمون بي اتش بي. ليسونسييل يعملنا وحد التراتمو تاع الدوكيمون ويتريتي لنا كاع لي دوني اللي كاينين في هذاك الدوكيمون. هذه الحاجه الثانيه لازمنا نعرفوها. نجيو هنا ونشوفوا كيلك اكزومبل تاع اليورال. عندنا ليكزومبل نيميرو 1. هذا ليكزومبل نيميرو 1 اللي هو هنا، هذا ليكزومبل، هذا سيتون اورال. اورال هذا ماشي يتكون، يعني هذا اورال. دوك نشرح لكم ماشي يتكون، وهذا اورال يعني، وهذا السانتاكس جينيرال تاع اورال. فولو ذيز سانتاكس اورال، يعني هذه هي القاعده كيفاش نكتبوا ان اورال. شيما نعود نشوفوا هنا الشوما هي اتش تي تي بي اس وهنا فايل، ومن بعد دو بوان دو زونتي سلاش، دو بوان دو زونتي سلاش بريفيكس بون دومين. هنا عندنا البريفيكس اللي هو هذا حتى هنا، هذا البريفيكس بوان دومين اللي هو بوان كوم، وبيان نقدروا نعتبروا هذا بريفيكس بوان دومين، هذا كاع نعتبروه دومين. يعني الدومين قادرين نعتبروه بوان كوم، قادرين نعتبروه www.scores.com. هنا الدومين، هنا في الاتش تي تي بي اس اللي هو سيرفر لوكال، يعني اللي مستعمل سوفون في الانترنت. وهنا الفايل ما كانش الدومين، شوفوا هنا ما هنا نيكزيست با لو دومين باسكو سيتي لوكال. كما رانا نشوفوا في الفايل هنا راهو لوكال، ما كانش دومين. طبعا دومين عندك هنايا، عندك اليو ار ال اللي يربط لك البراوزر، وعندك سيرفر لوكال. نجيو للبار، للبار ثاني حاجه بار ديفو، سواء في الاتش تي تي بي اس سواء في الفايل. بار ديفو البار كتر نو هنا في الفايل البار 80 بار ديفو. وهنا كاين ان اوتر نيميرو تاع بار، يعني محطوط بار ديفو لهذا الاتش تي تي بي اس. بعدين راح نتاكدوا من الرقم تاع الاتش تي تي بي اس تاع البار لي ليسونسييل هو لكن ما حطلكش هنا النيميرو تاع البور، ما عنده او استعملوا بار ديفو، عنده معرف، عنده بار ديفو النيميرو تاع البور يستعملوا. كيما هنا في الفايل جو سي سير كو البور بار ديفو هو 80، ودليل على ذلك كي نجيو هنا، كي نجيو هنا باغ اكزومبل نقول له جو، عفوا باغ اكزومبل كي نجيو هنا فوالا، كي نجيو هنا عندنا لاباتش، هذا السيرفر، هذا كاع السيرفر تاعنا لاباش اللي هو انا معرف عند هذا السيرفر بهذا الاي بي في البور 80 فوالا. دونك في اللوكال تاعنا هنايا في الفايل هذا اللوكال رانا معرفين في البور 80 بار ديفو، ما يكتبوش وشنو بار ديفو حطو 80. وهنا سي لو شوما فوالا ديريكتومون عطانا الشوما داكسين دار الفايل اللي هو الباث، و ا لا فان حتى هنا اللي هو هذا اسم الفايل تاعنا. وكان نجيو هنايا للدوكيمون تاعنا نتاكدو نلقاوه بلي سيفري اسم الفايل تاعنا 17 url encoding in html 17 url encoding. مين نشوفو هنا واحد الرموز الغريبه هذه اللي هي ليسباس، هذه هذا الرمز حتى لهنا اللي هو نسبه مئويه، ذا نسبه مئويه ذا هو ليسباس. كما رانا نلاحظو هنايا في الفيشي تاعنا عندنا ان سباس هنا وان سباس هنا وان سباس بين html والان. دونك هذوك لي سباس كامل عوضهم عوضوا بعلامة النسبة المئوية متبوع بالرقم 20. دونك هذا اسم الفايل، الفايل نايم هذا هو هذا، والشومان داكسي اللي هو الباث هو هذا قاع حتى هنا،
هادو شوما داكسي يعني شوما باش نخشو لهم اغاك بيغو ابروندر اتش تي ام ال. كي زين نشوفو ابروندر اتش تي ام ال عندنا بين ابروندر اتش تي ام ال عندنا ان اسباس ان كاركتر نو اسكي. باش عوضنا الكاركتر هذا نو اسكي عوضو بعلامه تعجب بعلامه النسبه المئويه متبوع بيفا. دونك هنا بالمناسبه هنا نقولو باللي يعني لو شوما ما عطاهولناش كيما هو يعني بالاسباس يعني دار له واحد اونكوداج الاسباس هذاك دار له واحد الانكوداج وعطاه هذه. يعني الحاجه اللي نفهموها هنايا هي انه البراوزر ما يزربش يطلق اليو ار ال تاعو للسيرفر يعني ما يبعثش ما يرسلش اليو ار ال هذا للسيرفر الا اذا فوتو ان سيرتان كوداج. يعني الا كان كاسبايس ولا كشما كاع عفسه خارج دومين اسكي يعني في لي كاركتر اسكي يحولوا لان سيرتان فورما يعني هاك تشوف سبيس حولوا لهذا لهذا الكوداج باش يبعثوا للبراوزر. هذه الحاجه نقدروا نفهموها من هنا. وهنا ليكسبليكاسيون يعني هنا الطابلو تاعنا هذا الفير هذا ليكسبليكاسيون تاع الشوما راه حكى لك على الشوما. قلنا هنايا لو بليوتيليزيو اللي هو الاش تي تي بي والاش تي تي بي اس وهذا واش يعرفوا لنا يعرفوا لنا التيب تاع سيرفيس انترنت لو سيرفيس انترنت. هذه السيرفيس انترنت التيب تاعها اش تي تي بي اش تي تي بي اس فايل اف تي تي بي يعني كاين بزاف لي تيب. هنا البريفيكس البريفيكس الثاني هو كيما هنا عرفناه بار ديفو بريفيكس وراه البريفيكس هنا بار ديفو هو 3 دبل في هذا هو البريفيكس بار ديفو ديما يمدوا لك هذا هو البريفيكس. والنودو دومين يبدا ابري البريفيكس يبدا النودو دومين يعني اسم الدومين سواء ديريكتومون تلقاه بوان كوم سواء تلقاه هذا الاسم بوان كوم سواء تلقاه انوتر نيم مش هذا تلقاه ما على باليش تلقاه باغ اكزومبل اكزومبل بوان كوم ولا تلقاه اغاك بوان كوم اسونسيال ان دومين. ابري البور البور كيما عرفناه البور كيما عرفناه كيما حنا في الاش تي تي بي بار ديفو هو الكاتيرفا البور كاتيرفا في الاش تي تي بي ميم سي في الفايل يعني في الشيما فايل كي تعود عندنا الشيما فايل بور بار ديفو هو الكاتيرفا بور كاتيرفا في الفايل وفي الاش تي تي بي كيما رانا نشوفو هو كاتيرفا. في الاش تي تي بي اس سوف نتاكد لاحقا واش من بور يكون بار ديفو. الباث هو المسار داكسي يعني هو المسار اللي يسمح لنا باش نلحقوا لا ريسورس تاعنا اللي هو هذا الفايل هذا هو الريسورس تاعنا هذه الباث والاكسي لو شومان داكسي لهذا الفايل اللي هو حنايا شفناه هنايا هذا هو الشومان داكسي يعني منا حتى الان هذا الشوما سمح لنا باش نخشوا الريسورس هذا الفايل هذا هذا الباث. الفايل نايم هو الاسم تاع النايم اللي هو هذا برك حتى هنا وديما يمد لنا الكوداج ديما يدير ان كوداج ان سيرتان كوداج ما يفوتش لي ار ال ديريكت للسيرفر البراوزر ما يفوتش لي ار ال ديريكت للسيرفر حتى يدير له ان سيرتان كوداج. هذه لازم ناكدوا عليها حاجه مليحه. دونك هنايا عندنا ليرمون اكسبليكاسيون يعني نشوفوا واحد ليكسبليكاسيون هنا في اليو ار ال باغ اكزومبل عندنا هذا اليو ار ال هاوليك هنا ان اكزومبل اليو ار ال هذا ليكزومبل اليو ار ال كومبلي فيه حتى البار فيه الدومين اكسترا. هنا سماه لك بروتوكول حبي يقول هذه حتى هنا هي الشيما HTTPS بروتوكول بروتوكول ترانسفير ايبر تكست دونت 2.2 زونتي سلاش هذا كامل سماه بروتوكول يعني الشيما بليس هذا سماه بروتوكول فوالا. هنا وهنا عندنا ليكسبليكاسيون فوالا اللي حبيت يطلع على هذه ليكسبليكاسيون ثاني حاجه مفيده يعني هذه ليكسبليكاسيون واش قاعد يصرا يعني في البروتوكول هذا يعني يزيد يعطيك بلو ديكسبليكاسيون على البروتوكول. هاي عندك هنايا عندك هنا ديفلوبر موزيلا دوت اورك يعني اللي يحب اللي يحب يتعمق اكثر ويفهم واش قاعد يدير. دونك هنا ثاني لو دومين هنا لو نود دومين كيما قلنا نود دومين بار ديفو هو 3 دبليو قادر تلقى اكزومبل بوان كوم اغاك بوان كوم سكولز بوان كوم ليسونسيال هنا نود دومين. ابري نود دومين البور دو بوان بور اللي هو البور البور اللي البور هذا ثاني هو عطينا واحد ليكسبليكاسيون هنايا كيما هنايا هاو قال لك عندي كلوبور لو تكنيك يتيليزي بور اكسيدي او ريسورس دو سيرفر يعني هو هي تكنيك اللي يستعملوها باش ناكسيديو ديريكتومون لو ريسورس تاع السيرفر يعني هذا الريسورس او تابع للسيرفر كيما انا السيرفر تاعي هنا واللوكال هوست هذا هذا هنايا لوكال هوست هذا الفيشي ريسورس تابع للوكال هوست هذا. دونك حنايا باش ناكسيديو رابيدمون خصنا نمدو واحد بور واحد الرقم تاع البور باسكو حنا في الهوستينغ كيكون عندنا كاين ان هوستينغ يعني استقبال يكون استقبال تاع لي بور يعني
استقبال تاع لي فيشي باش يصرى لهم الهوستينغ، يعني الاستقبال في السيرفر. يعني لازمك الفيشي هذاك خصك تعرف له واحد البار، واش من بار جاي، حتى جايك بزاف لي فيشي، لازمك لي فيشي هذوك تميزهم. هذا البار هذا جاي من البار 80، هذا جاي من البار 400، هذا جاي من البار 445. دونك فوالا فوالا كيما هنا، هنا بالمناسبة 80 بور HTTP بار ديفو، و 444 HTTPS. دونك فوالا، دونك توت لي شيمان HTTPS يكون عندهم البور 444. دونك لازمك تحدد البور، البور 80 البور 444. ابري انطلاقا من هذا البور تقدر تحدد السورس اللي راح يصرى له الهوستينغ في السيرفر. دونك هذه حاجه مليحه، وتقدروا يعني زيد تشوفوا هنايا كاين بلوس دو ديتاي لانفورماسيون كيفاش قاعد يصرى اون ديتاي لي بور. ثاني حاجه لو شوما، لو شوما رانا بيناه هنايا، يعني كيفاش شوما، شوما فير لو فيشي تاعك هذا، شوما باش تلحق الفيشي تاعك هذا، شوما فير لو فيشي. دونك هذه حاجه، وما نساوش بلي ديما نعاودو نرجعو ليكزومبل، حنا رانا عندنا هنايا يعني لو شوما، ها لو شوما فير لو فيشي حتى هنا. ابري علامه التعجب هذه ونمشيو حتى للدياز هذه، هذا البارتي هذا سي تري امبورطون، يعني خصنا نحكيو عليه البارتي هذا. بربي ان شاء الله راح نديرو فيه كور في لي فورميلير، في لي فورميلار، ونبينو كيفاش نفوتو المعلومات في اليو ار ال، يعني كيفاش نفوتو في ان فورميلار، كي نكريو ان فورميلار افيك لاست نيم فيرست نيم ان مود باس، اي ابخي نكليكيو على سابميت، صافي دير سوميتر، يعني نرسلو هذه المعلومات للسيرفور، يعني باه نبعثو هذه المعلومات للسيرفور نفوتوها في اليو ار ال. وهذو بالمناسبة هما المعلومات اللي يفوتو في اليو ار ال، هذو هما اللي هو اسمهم هنا لي بارامتر، هما لي زانفورماسيون لي يفوتو. قادر هنا تلقى باغ اكزومبل هنا كلي ان فالور ان، كلي دو فالور دو، قادر نلقاو باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل لاست نيم اريك، فيرست نيم امد، المود باس، و تلقى المود باس. دونك تلقى دي زانفورماسيون لي يفوتوهم جوست جوستمون سيرتو في الفورميلير. يعني نلقاو هنايا، وراح نشوفو هذا في درس لاحق ان شاء الله في هذه الدورة، ونحكيو اون ديتاي على لي بارامتر هذو ولي زانفورماسيون هذو اللي نفوتوهم في اليو ار ال. هذا بارتي تري امبورطون. يبقى لنا بارتي الثالث اللي هو بعد الدياز وروح، بعد الدياز وروح هو لونكر، يعني اخر حاجه في اليو ار ال، اخر حاجه في اليو ار ال. ولا ديفينيسيون لي تري امبورطون هنايا اللي لازمنا نقدروا نهزوها هي انه قال لك يديسينينا لوندروا او سو تروف لا ريسورس، يعني يرسم لنا لوندروا، هذا يرسمو لونكر، يرسم لنا لوندروا وين متواجد هذا، انطلاقا من واش، انطلاقا واش، انطلاقا من التعريف تاع لونكر. لونكر هو واش، هو في الدوكيمون تاعنا اش تي ام ال هذا يخصنا نديرو ان لونكر، صافي دير علامه ولا مرسات، نديرو مرسات، صافي دير كوا، نديرو ان ماركاج في لاباج هذه اش تي ام ال. كي نديرو ماركاج حب يقول واش، ان انتيريور دو لا روس دو ريسورس، دو لا ريسورس حب يقول ان انتيريور تاع الدوكيمون هذا تاعنا يو ار ال 17 هذا، نديرو فيه ان ماركاج. وانطلاقا يعني ولوفات اننا نديرو اونكر في اليو ار ال، يعني نضيفو ان يو ار ال، نضيفو له ان اونكر، لوفات تاع نديرو هذا يسمح للنافيغاتور باش يافيشينا لا ريسورس ا لوندروا دو سو ماركاج، يعني يافيشينا لا ريسورس هذه، يافيشيها لنا ا لوندروا او سو تروف لو ماركاج اللي درناه في الدوكيمون تاعنا. يعني وعندنا ليكسبليكاسيون هنايا وافيه وكافيه كيفاش نستعملوا هذا لونكر، يعني هذا باختصار يعني ان يو ار ال، يعني كيفاش يتكون المكونات تاعو الرئيسيه، المكونات تاعو الرئيسيه في هذا اللينك اللي هو هنايا، تحبوا تطلعوا عليها هنايا، يعني مكونات رئيسيه فوالا. ثاني حاجه، حاجه واحده اخرى اللي حابين نتعلموها في هذا الكور ان شاء الله في اليو ار ال، هي انه كما تشوفوا في هذا الطابلو هنا، درنا طابلو اللي عرفنا فيه ديفيرون شيما شوما كوما في اليو ار ال اللي نقدروا نلقاوها في اليو ار ال فوالا. نلقاو الاش تي تي بي اللي هو اختصار تاع الايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هذا يستعمل في لي باج كوما نو شيفري، صافي دير اللي ماهمش مشفرين. وهذا عفوا الاش تي تي بي اس هو الايبر تكست بروتوكول دو ترانسفير ايبر تكست مي سيكوريزي، وهذا المعتمد من لابليبار تاع لي باج. نجيو هنا باغ اكزومبل نلقاوه اش تي تي بي اس في اليوتيوب، نلقاوه اش تي تي بي اس
par exemple نجيو بانزوات HTTPS. لا بلي بار دي باج ويب تلقاهم يستعملوا البروتوكول هذا دو ترانسفير HTTPS باسكو سيكوريتي. فوالا يعني وهاو قال لك الاستعمال تاعو يستعمل في لي باج ويب لا سيكوريتي تاع باج ويب اللي مشفرين. انا مهمش مشفرين وانا اللي مشفرين. الاف تي تي بي ثاني هو الفايل هو بروتوكول ترانسفير تاع لي فيشي نستعملوه في في الابلودينغ وفي الداونلودينغ. فوالا تاع لي فيشي كي نحبوا نحملوا دي فيشي نستعملوا هذا يعني تيب هذا تيب تاع الشيما هذا في اليو ار ال. الفايل اللي هو التيب الاخير اللي هو احنا قاعدين نخدموا به ها هنايا ومدينا عليه اكزومبل وشرحناه اللي هو قال لك هنايا كي نستعملوا من الكمبيوتر الريسورس من الكمبيوتر اللي هو لا ريسورس تاعنا هذا حاجه مليحه يعني واضحه يعني كيما هنا الفايل هنا احنا رانا نخدموا به في اللوكال هوست اللي كرينا هنايا يعني يو ار ال نبعثوا اليو ار ال هذا واش هو البراوزر تاعنا هذا يبعث اليو ار ال هذا يبعثوا اللوكال هوست هذا تاعنا عفوا هذا السين باز دوني هذا هنا اليو ار ال تاعنا هذا لاباش يعني عندك براوزر فايرفوكس يبعث لنا اليو ار ال لاباش هاو لاباش اللي هو لوكال هوست تاعنا يبعث له هذاك اليو ار ال فوالا. وحنا قلنا بالمناسبه عندنا اتش تي تي بي ما راحش يبعث له يبعث الا اذا كان ام بي اتش بي صافي يدير ان كود لي تيكزيكيت ولا يتنفذ في السيرفر سايد سي فعلا يتنفذ في السيرفر سايد في هذا الفعل في هذه الحاله البراوزر راح يبعث اليو ار ال للسيرفر والسيرفر راح يرد لنا لا ريبونس فوالا. لانه قلنا كاين دو كوتي كاين في كليون سايد سيرفر سايد. في الكليون سايد كاين تروا تيب دو لونغاج سكريبت لي تيكزيكيتو سي اس اس اتش تي ام ال جافا سكريبت. بار كونتر في الكوتي كليون سيرفر سايد كاين بي اتش بي ريالز كاين اس بي نوت جي اس كاين بليزيور لونغاج اللي نستعملهم في سيرفر سايد فوالا. نجيو لونكودينغ هذه الحاجه ثانيه تري امبورطونت لونكودينغ في لو ار اي كيما كنا نحكيو هنا مسبقا حكينا على هذه الاشكال الغريبه اللي هو سبيسينغ حولها لنا ما بعثناش سبيسينغ في لو ار اي حولها لنسبه مئويه 100 ومن بعد يبعثها للسيرفر البراوزر ما يبعثهاش ديريكت للبراوزر حتى يحولها نسبه مئويه ومن بعد يبعث لو ار اي للسيرفر. وهذا واش راح نشوفوا في هذا الملخص اللي هنا تاع لونكوداج يعني قبل السيرفر قبل ما يبعث اليو ار ال للبراوزر تاعنا اللي هو النافيغاتور قبل ما يبعث اليو ار ال للسيرفر خصو يدير له ان انكوداج. درك حنا هنا راح نتعلموا وقتاش يدير لونكوداج وقتاش. دونك فوالا دونك نبداو. دونك قال لك باللي اليو ار ال كامل لي زو ار ال اللي كاينين ما يتبعثوا غير بالانترنت ويستعملوا جو دو كاركتير اسكي فوالا. يعني اليو ار ال هنا يقدر يفوت فيه غير ان كاركتر اسكي واليو ار ال هذا يفوت للسيرفر باستعمال الانترنت ويفوت دي كاركتر اسكي فوالا. هذا النقطه الاولى المهمه اللي لازمنا نتعلموها. ثاني حاجه قال لك لي زي ار ال اللي يتكونوا من لي كاركتر اللي خارج مجال الاسكي يعني لو جو دو كاركتر اسكي واش يدير لهم اليو ار ال واش يدير لهذوك لي كاركتر اللي خارج الاسكي يحولهم كيما عرفنا هنايا. يعني هنا راهو حول لي سباس لانه لي سباس خارج جو دو كاركتر اسكي دونك حولوا باش يبعثوا للسيرفر فوالا. ثاني حاجه قال لك الكوداج تاع اليو ار ال الكوداج تاع اليو ار ال يعني واش يدير في الكوداج تاع اليو ار ال واش يصرى فيه يصرى فيه التحويل تاع كل كاركتير لي نو اسكي ا ان سيرتان فورما باش نبعثوهم بالانترنت للسيرفر. هذا هو الكوداج كي نقولوا ان يو ار ال انكودينغ ولا الكوداج يو ار ال. يعني وقتاش نحكيو على الكوداج يو ار ال يعني يو ار ال هذا لي مسيليكسيوني يصرى له ان انكوداج اذا كان هذا اليو ار ال يحتوي على لي كاركتير خارج لي جو دو كاركتير اسكي كيما سبيس اللي هو خارج الجو دو كاركتر اسكي. واش دار البراوزر كودا اليو ار ال تاعنا كوده عليه كوده باسكو لقى سبيس خارج المجال تاع الجو دو كاركتر اسكي حولو دار له
بالنسبة مئوية فا هذاك سبيس، ومن بعد كيحول السبيس كامل حولهم بعثهم البراوزر عاود بعت هذا اليورال بعتو للسيرفر وانتهى. ثالث حاجة كي نحكيو على لونكوداج URL، معنتها واش في لونكوداج URL يتم تعويض جميع لي كاركتير لي نو اسكي، يعني لي هما اور وبيان خارج جو دو كاركتير اسكي، يحولهم واش يحولهم ان سيرتان فورما باستعمال النسبة المئوية، ويتبع هذه النسبة المئوية برقم اكزاديسيمال، يتبعوا برقم اكزاديسيمال كيما هنايا نشوفوا باللي تبعوا بان رقم ديسيمال. معليش هنا تبعوا بان رقم ديسيمال، قادر ان دو سبيسينغ يعوضهم باش يعوضهم بايزومبل، قادر يعوضهم بنسبه مئويه اذا سي نورمال ايسونسييل اكزاديسيمال او بيا ديسيمال سي باغي. رابع حاجه نتعلموها هي انه في يعني اليورال ما يحتويش على سبيسينغ، اليورال اون كودينغ نورمالمون واش يدير نورمالمون يرون بلاصينا سبيسينغ، ما يحتويش على سبيسينغ ولا كان احتوى على سبيسينغ او يعوضو. هلا لحقنا ليها، ها هنايا يعوض سواء يعوض بالبلوس سواء يعوض بالفا فوالا. وهذه هي اللي شفناها هنايا، هذه هي النقطه، النقطه المهمه اللي شفناها هنايا في هذا المثال اللي هي هذه النسبه المئويه فيا. كان عندنا سبيسينغ يعني في اليورال كان نوت كونتين دو سبيسينغ، يعني ما يحتويش على سبيسينغ، باش ما يحتويش على سبيسينغ يحولوا كيما هنا سبيسينغ. هاو قال لك كيفاش يحولوا سبيسينغ، سواء يحط البلوس سواء يحط هذه النسبه، يحط هذا الكود في بلاصه سبيسينغ فوالا. دونك هذه هي هذو من النقاط اللي لازمنا نتعرفوهم في لونكوداج. دونك سي تري امبورطون بانه البراوزر تاعنا ما يفوتش لي ار ال حتى يتاكد باللي الURL تاعو راهو كامل سليم معافى، صافي يدير فيه دي كاركتير اسكي، لا ما فيهش دي كاركتير اسكي يدير لهم لونكوداج تاعهم الخاص ويبعث للسيرفر فوالا. هنايا راح نشوفو. دونك قال لك كي نبعثو باغ اكزومبل كي نكليكيو على السبميت، على السبميت البراوزر راح 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 يدير واش راح يدير، راح يدير ان انكودينغ لواش للانبوت تاعنا لي ار ال، ومن بعد يبعثوا للسيرفر. هذه رانا تاكدنا عليها، يعني قلنا باللي احنا كي نديروا سبميت يعني نجيو هنا ونكليكيو هكذا سبميت يعني ارسال ار ال، يعني البراوزر راح يبعث لي ار ال تاعنا، انا متاكدين باللي راح يبعثوا فوالا يبعثوا. ابري قبل ما يبعثوا لازم ويل بي ار ال اون كود، يحب يقول لازم يعمل كود وبيا كوداج URL، ابري اللي هو يعتبر URL هذاك انبوت، ابري يبعثو للسيرفر فوالا. وهنايا راح نشوفو يعني فوالا، هذه نقطه مهمه يعني لازم ننتبهوا ليها، البراوزر ما يبعثش ديريكت URL حتى ينكودي، وهذا هو قوه الانكودينغ يعني كوداج في اليورال. دونك هنا نديرو واحد ليكزومبل، اخر حاجه راح نتعلموها هنايا هي انه واحد ليكزومبل على كومون كيفاش يعني تتم عمليه الكوداج. باغ اكزومبل نفرضوا باللي في الكود في البراوزر تاعنا هذا اللي هنايا تيب دو كوداج هو اي تي اف 8، نفرضوا باللي راهو اي تي اف 8 والكود هذا اورو فايت في اليورال، فرضوا باللي هنا كاين ان كود اورو، هذا السين اورو هذا نفرضوا باللي هو هنا الي لا ايسي، دونك جو برون سات اورو لا اي جو لو مي ايسي نحطو هنايا. ابري هذا الاورو ما راحش يفوت هكذا، راح يتم ترجمته سوا ايزون سوا اي تي اف 8 سوا ان اوتر جو دو كاركتير على حساب. دونك البراوزر يكودي لك هذا الاورو السين اورو هذا يكودي لك على حساب تيب دو كوداج اللي حطيتو انت، جو دو كاركتير اللي حطيتو في الدوكيمون تاعك. لكن هنا حنايا في الدوكيمون تاعنا هذا باغزومبل ديرنا ان ميتا ميتا شارسات اي تي اف 8، لكن استعملنا الاي تي اف 8 كيما هكذا نسجلو عفوا
لكن حطينا ETF ويت البراوزر واش يدير كيجي يبعث الكود هذا يبعثو هذا الكود يبعثو للسيرفر سو فورم URL واش يدير يدير يعني يحكم يروح يشوف يتاكد هنايا يشوف الكود هذا يتاكد باللي يلقى ETF ويت كي يلقى ETF ويت البراوزر واش يدير كي يلقاه ETF ويت يحكم الكود اورو هذا اللي فايت هنا نفرضوا باللي راح يفوت هنا في URL يعوضو بهذا القيمه يعني ما يخليهش يفوت اورو باسكو هذا 60 كاركتير اسكي هذو كاع لي كاركتير اسكي هنا وهذا الكود تاعهم الثابت دائما في الاي تي اف ويت وهذا الكود تاعو الثابت دائما في الايزو هو الويندوز 1252 هذا هو الكود تاعو في الويندوز 1255 وهذا هو الكود تاعو الثابت في الاي تي اف ويت دونك ما يتبدلش الاورو هذا يعني مهما تلقى ان اورو انسين اورو فايت في اليو ار ال البراوزر راح يسيبريميه ويعوضه بلا فالور تاعو في الكود اي تي اف ويت ولا كان في الويندوز 1255 راح يعوضوا بهذا الكود ولا كان عاد هذاك الكاركتير اللي راح يفوت في اليو ار ال ما كانش هنا في لا ليست تاع في الاسكي واش يدير يحولوا لان سيرتان فورما باش يقدر يبعثوا بالانترنت للسيرفر وهذه سيرتان فورما رانا قلنا اي كاركتير يكتب علامة النسبة المئوية ويتبعو بأن نومبر كيلكونك سواء ديسيمال سواء إكزا ديسيمال وعرفنا باللي سبيسينغ يعوضو بالنسبة المئوية 20 ولا ب ب ولا ب بلاسيون بلوس دونك هذه حاجة دونك هنا آخر حاجة في هذا الدرس دونك هنا تعلمنا في الـ URL encoding وفهمنا يعني لازم يصرى أن أنكوداج قبل ما يلحق الـ URL للسيرفر هنا شرحنا برينسيب ولا لي ديفيرونت بارتي تاع اليو ار ال ومن واش يتكون وهنا عرفنا لا كومبوزيسيون يعني عرفنا دو تيب سواء اليو ار ال يكون ان مو سواء يكون ان اي بي دونك فوالا والحاجه اللي نركزوا بها هي انه البراوزر الويب براوزر وعندنا دين كوتي الويب براوزر وعندنا دين كوتي الويب سيرفر الويب سيرفر هي يعني سيرفرات وهنايا عندنا لي براوزر اللي كاينين دونك بين البراوزر والسيرفرات كاين ان يو ار ال اللي هو الوسيط اللي هو الاداه الوسيطه اللي تجمع بين البراوزر واللي تجمع بين السيرفر دونك البراوزر يعني كي ندومونديو لا باج البراوزر واش يدير يحكم اليو ار ال لي بريزونتي هذيك لا سورس يعني لا سورس تاعنا هذا الدوكيمون يحكمو يبعثو للسيرفر قبل ما يبعثو للسيرفر السيرفر واش هو راح يكزيكوتي ويعاود يرجع لنا لا ريبونس وطافيشينا هنايا في البراوزر دونك قبل البراوزر ما يبعث للسيرفر راح تسرع عمليه انكوداج تاع اليو ار ال يعني اليو ار ال هذا تسرع له عمليه انكوداج لا اذا كان اليو ار ال يحتوي على جميع لي كاركتر اللي راح نفوتو هنايا ينتميو لي كاركتر لو جو دو كاركتر اسكي في هذه الحاله نستعملو ديريكتومون طابلو تاعنا يعني شاك كاركتر اسكي عنده ليكيفالون تاعو في لي تي اف 8 وليكيفالون تاعو في الويندوز 1252 يعني الطابلو هذا معرف يعني طابي في الانترنت تلقى هذا الطابلو ويعني تلقى كل اسكي عنده الكوداج تاعو الكوداج في اليو ار ال سي با الكوداج في لي زونتيتي هذا نوتر شوز في اليو ار ال لكن عاد هذاك الكاركتر ما ينتميش للجو دو كاركتر اسكي واش يدير يتبع البراوزر يتبع ان سيرتان فورما يعني يحول هذاك الكاركتر هذاك باغ اكزومبل كيما سبيسينغ ما ينتميش للجو اسكي واش دار باغ اكزومبل نفرضوا بلي سبيسينغ هذا ما ينتميش للجو دو كاركتر اسكي واش يدير يحكم ديريكتومون يحكم ال 20 يحكم يدير بورسونتاج 20 ولا يدير سي بلس يعني هذا سبيسينغ كي عاد ما ينتميش للاسكي الجو دو كاركتر اسكي ما عندهمش تعريف ولا هو ينتمي يعني سبيسينغ ينتمي للجو دو كاركتر اسكي ما عندوش تعريف ما عندوش ان كود سبيسيال في الكوداج في الكوداج تاع اليو ار ال واش دار البراوزر ما كسرش راسو ديريكتومون راح عطاه السبيسينغ عطاه بورسونتاج 20 ولا يعطيه سيم بلس وانتهى ولا كان جا ان اوتر كاركتر ثاني ماهوش معرف في الطابلو تاع الكوداج تاع الكوداج تاع لي كاركتر في اليو ار ال في ديفيرونت فورما سواء الفورما لي تي اف 8 سواء الفورما ويندوز 1252 واش يدير عنده لا راجل يحط
يحط بورسونتاج ويتبعها الرقم. الرقم هذاك سوا يكون رقم، سوا يكون رقم وحرف يعني اكزا ديسيمال، سوا يكون ديسيمال احرف. هذا هو ملخص درس اليوم. دونك اتوقف عند هذا الحد، وهذا الشيء يعني المهم في هذا هو هذا، هذه النقطه لازم نفهموها، انه البراوزر من جهه والسيرفر من جهه والوسيط هو اليو ار ال. البراوزر يحكم اليو ار ال يبعثه للسيرفر باش يكزيكيتينا الكود ويعاود يرجع لنا لاباش تاعنا نافيشيوها. قبل ما يبعث اليو ار ال يدير له انكوداج كما قلنا، ومن بعد يبعثه. هذه النقطه المهمه. دونك اكتفي عند هذا الحد من الشرح في اليو ار ال. اتمنى ان الدرس قد اتضح عندكم بشكل بشكل يعني واضح ومفهوم. اللي عنده يعني اي استفسار اي سؤال، انا جد سعيد فعلا يعني كي نشوفكم يعني تطرحوا اسئله اسفل هذا الفيديو. نعم، اذا كنت عندك استفسار عندك سؤال اترك لي سؤالك، اترك لي يعني استفسارك تحت هذا الفيديو، وساكون جد سعيد للاجابه عن هذا السؤال. نعم سأكون جد سعيد. دونك وثاني حاجه اللي نقول لك، اذا كنت حقا استفدت من هذا الفيديو وان محتوى هذا الفيديو قد افادك، لا تنسى ان تعمل لايك لهذا الفيديو، كذلك اعمل سبسكرايب لهذه القناه. نعم اشترك في هذه القناه، لان هذه القناه سوف تحتوي اكثر من لونغاج دو بروغراماسيون، وسوف تعلمك الكثير عن تعلم البرمجه ان شاء الله في هذه القناه. اذا وثالث حاجه اللي نقول لك هي انك اعمل شير، اعمل بارتاج لهذا الفيديو لكي تعم الفائده. نعم اعمل بارتاج لهذا الفيديو في جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائده بين الناس والعالم العربي، لان هذه القناه هي قناه باللغه العربيه. دونك افعل هذه الاشياء الثلاثه قبل ان تذهب، واهلا ومرحبا بكم يعني في دروس اخرى من هذه الدوره لتعلم لغه الـ HTML. ان شاء الله سوف نتعلم وسوف نعمل درس آخر اللي راح يكون إن شاء الله الدرس 18 من هذه الدورة، اللي راح نتعلموا دروس أخرى وأشياء أخرى مفيدة في لغة الـ HTML من هذه الدورة. وقبل أن أكيد هذا الفيديو أقول لكم باللي جميع لي كود سورس تاع الدروس السابقة من هذه الدورة إن شاء الله سوف تجدونها على صفحتي على الباج جيت هاب إيسي. دونك كل كود سورس باذن الله سوف احملهم على صفحه الباج ويب على الجيت هاب. هذه هي صفحتي على الجيت هاب، وستجدون كل كود سورس تاع لي باج تاع لي توتوريال اللي درناهم جوسكا 17 ميم سي لي توتوريال اللي جايين. دونك الى درس اخر ان شاء الله من هذه الدوره. كما قلنا راح يلزم تعلموا اشياء اخرى ومفيده في دورة تعلم لغة الـ HTML. دونك إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وسلام الله عليكم.